مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، تلقي اتصال من عند الأخت حبيبة. حبيبة عندها 43 سنة من مدينة مراكش. مشاهدينا الكرام، حبيبة جات من مراكش للدار البيضاء من أجل الموضوع ديالها للقمة في الغرابة. بديت نوي الرأي العام أكثر في الموضوع. حبيبة مشات لإيطاليا سنين طوال تتنفس بالابنه ديالها، جانا 13 سنه، وهذيك الابنه ديالها حلفوا بيمين الله الا شافتها. كيفاش تبعوا معايا؟ كتبكي، عاودي ليا من الاول شكون هي حبيبه. حبيبة واحد بنت مراكش، بنت حي شعبي عادي، كبرت مع والديا وقريت عادي في حي شعبي، وتسهل عليا الله وتزوجت. هادشي اللي كاين، تزوجت ما كتبش الرزق مع داك السيد، صافي ولدت واحد البنية، طلقت رجعت لدارنا عادي، بقيت خدامة عليها في شركة في مراكش، تنضرب عليها تمارة، تنقريها، بغيت تكون حسن مني، بغيت تكون داكشي اللي ما وصلت ليش انا توصل لي هي، بزاف ديال الحوايج. فواحد النهار جاتني فرصة عمل في ايطاليا، جاتني فرصة عمل في ايطاليا، هزيت البنية عطيتها لاختي، قلت لها ها انتي، ها هي بنتي عندك، حتى نمشي نقاد الامور، وراك عارفين في المغرب نخدم في الشركه التانيه ونخدم حتى سميتو، ما غنوفرش ليها بزاف ديال الحوايج. مشيت لايطاليا، خليت ليها بنتي، خليت ليها كل شيء، قلت لها ها انتي صافي. درت انا وياها واحد الوريقه على اساس ديك البنيه باش الا كبرت تدخلها للمدرسه. فاش دخلتها درت ليها الوريقه، مشيت دخلتها للمدرسه، بقيت كنتواصل انا وياها. فاش جيت تنطالب بنتي ما بغاتش تهضر عليا. يعني انت مشيتي لايطاليا، جيتي قلتي لها بنتي، شنو قالت لك بالضبط؟ قلت لي ما عنديش بنتك، ما كتسالينيش بعد السهولة. بسهوله، قالت لي ما كتسالينيش، ما عنديش. صافي هادشي اللي كاين. حاولت انني نصيفط ليها الناس ديال العائله، حاولت نصيفط ليها خوالاتي كبارين، حاولت نصيفط ليها خوالي يهضروا معاها يقولوا ليها راه السيده راه تغربات وضربت تمر على بنتها، وكانت كتقري بنتها وبزاف ديال الحوايج، وجات باش تدي بنتها ولا بغات تشوفها ولا توصلوا تاعيا، ولكن بدون جدوى. ما لا، دابا تقريبا انا ما شفتش بنتي جاي على 3 سنين ما شفتهاش. مشيتي درتي القانون؟ سي درت القانون، الحمد لله المغرب فيه القانون، ولكن دفعت دعوة باش ناخد بنتي، دعوة باش ناخد بنتي تحكمت في صالحها، فالورقة اللي كنت كتبت ليها ما فهمتي، ما القانون تيقول لي هذيك الورقة يعني ثانية ليها، ما هو إلا إشهاد. أنا مشيت سنيت الإشهاد عادي، وقفت قدام العدول سنيت الإشهاد، ما قريتش أشنو فيه، ما عرفتش أشنو فيه، صافي هزيت مشيت لخدمتي، هي شدت الإشهاد صافي، ما مشيت أنا للطاليان صافي، هي ما بقى داك الإشهاد. فاش وصلت أنا وياها للمخزن، المخزن تيقول لي فسخ الإشهاد، مشيت حاولت باش نفسخ الإشهاد، فسخ الإشهاد استغرق عام وسبع شهور. إشهاد ماشي هو حضانة، إشهاد ماشي تحيدي ليا بنتي، راه ميمكنش إشهاد تحيدي ليا بنتي، راه ميمكنش مجرد إشهاد تحيد ليا بنتي، ميمكنش، راه ميمكنش ما نشوفش بنتي عام 3 سنين، راه ميمكنش 3 سنين ما نشوفش بنتي بإجهاد، إجهاد درتو ليها أنا باش تدخل البنية للمدرسة فقط. مشيت لايطاليا خدمت عند الشارفات، بدلت لهم الكوش، خدمت في الريستورون كنغسل الماعن، خدمت باش نكبر هذيك البنت وباش نقريها وباش نوصلها لشي حوايج اللي ما وصلتهمش انا. سي والديات كانوا على قد الحال، راه كنا دوزنا الفقر، ما وصلونيش لواحد النيفو، ولكن انا ديك البنت بغيت نوصلها. بقيت كنقريها، كنصيفط لها الفلوس، غاديه معاها، الو ماما في الصباح، الو ماما في العشيه. جيت في 2019 شفت البنت، 2021 قالت لي ما عنديش البنت. دابا انا ما شفتش بنتي من نهار 27/4/2021، 3 سنين دابا انا ما شفتش هاد البنت. اش من قانون هذا اللي غيمنعني تحيد لي بنتي بحال هكا؟ انا كنتيق في القانون وكنتيق في العداله، والله ينصر محمد السادس، الله ينصرو في هذا النهار، والله يكمل ليه، والله يخلي ليه وليداتو. وانا تنتيق في المخزن وكنتيق في العداله وكنتيق في القضاة وكنتيق في بلادي، ولكن باش تحيد لي بنتي هكاك انا ما فهمتش علاش تحيدت لي البنت، ما عرفتش علاش غتحيد لي هاد البنت. كما كان الحال انا ام، خليت لك بنت باشهاد
كتبتو ليك باش بنت تدخلها للمدرسه. فاذا تنتفاجئ بان داك الاشهاد فاش كان وقف قدام القانون كيقول لي هذا في مرتبه حضانه، هو اشهاد، هو ما هو الا اشهاد، ما كاينش فيه كاع حس الحضانه بتاتا، لا كفاله لا حضانه لا حتى شي حاجه. الملف تحكم ابتدائي بعدم اسقاط الاشهاد دوزتو الاستئناف تأييد الحكم. دابا صافي دازم الاستئناف تأييد الحكم صافي، ما عندي ما ندير، هادشي اللي كاين. ومحاولتيش انتي عن طريق العائلة صفة العائلة، صفة خوالي، صفة خوالاتي، صفة الناس، صفة بزاف ديال الناس، صفتهم، ولكن ما كتقول لهم لا انا بنتي هذيك ما يمكنش لي نعطيها ليها بنتي، ما رغم انك كنتي عاقره ما كنتيش كتولدي مده ديال 10 سنين، ونعم عليك الله بواحد البنيه. اي ما شدي بنتك وعطيني بنتي، شدي كبدتك وعطيني بنتي، واش ملي كتنعسي حداك كبده ديالك وكبده ما ديالكش كتنعسي، كيديك النعاس، كتنعسي وكيديك النعاس وكتشبعي نعاس، كبده راه ديالك وكبده ماشي ديالك، راه ما يمكنش، وراه ما يمكنش، ما يمكنش، راه ما يمكنش تنعسي، ما يمكنش تحيدي لي بنتي ما نشوفهاش، راه ميمكنش 3 سنين ما نشوفش بنتي، راه 3 سنين ما نشوفش بنتي راه ميمكنش، راه انا ملي تنتفكر راه دماغي تيزقى، راسي كيزقى على التفكير، راه ميمكنش، راه ميمكنش نمشي نضرب عليها تمارة ونضرب عليها القهرة ونضرب عليها ليكوش ونبدل الشرف ونغسل الماعن ونسيق الطواليطات ونخلي ما نديرو في الاخر ما نشد، راه ميمكنش، راه ميمكنش، راه حتى انا زيت في كرشي حتى انا ربيت حتى انا كبرت حتى انا زدحت ليا في كرشي حتى انا توجعت حتى انا تشرقت، راه كيقوم كوني ما كتولديش ما نقول اح وبردات مسكينه راه باقي ما جربتش الامومه راه ما كتولدش، انت راه ولدتي راه والده، راه اللهم انا هذا منكر، هذا راه منكر، راه منكر. دابا انا ما عرفاش بنتي قداش ولات، كبرات صغارات كي دايره حتى في الفيزاج ديالها انا ما عرفاش، نتلاقى معاها في الزرقاء مع 3 سنين ما شفتهاش، خليتيها 3 سنين ما شفتيهاش من 21 دابا 24، دابا انا حتى الا شفتها في الزنقه كي دايره، واش هي واش ما هياش، واش بيضاء واش سمراء واش قصيره واش غليظه واش كتعرفني واش ما، راه بزاف، راه بزاف، راه بزاف، راه اللهم انا هذا منكر، هذا راه منكر. ما استلفتيش الحكم الاول الابتدائي استلفتو، كان تأييد الحكم دابا الاستئناف، ما حاولتيش تشوف النقد؟ دابا خدامين على النقد، وغنبقى انا ام نتسنى النقد، النقد اخويا غنبقى نتسنى، تخيل معايا انت النقد شحال غياخد ديال الوقت، انا غنبقى غنقول لك بدي تبلوكي تسني عافاك تيدوز النقد، راه القانون راه قال لي تسني النقد، راه دازت الابتدائيه، الابتدائيه استئناف تأييد الحكم، دابا النقد شحال غياخد في النقد 3 سنين 4 سنين الله يعلم، غنبقى انا مصبره واش غنبقى انا صابره في النقد تنش، ما يمكنش راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه اللهم انا هذا منكر، راه القانون كاين في البلاد، راه القانون كاين في البلاد، القانون الله يرحم لكم الوالدين، راه بنتي راه كبدتي، راه 3 سنين نعست فيها في الزنقه ونعست فيها في الجامع ونعست فيها في المحطه ونعست فيها ما خليت فين نعست فيها، على قبل هذيك البنت واش نبغي نمشي لاوروبا باش نقاد الوضعيه لهذيك البنت، حتى نمشي لاوروبا نرجع نلقى لها بنت لاوروبا، دابا لا بنت لاوروبا، دابا انا جالسه على بنت لاوروبا، هي البنت شاده عليا ما شفتهاش 3 سنين، اوروبا ما مشيتش ليها 3 سنين. شي خوت عندك زعما اللي حجرتهم ثقيله زعما لهاد الاخت اللي تعطيك البنيه ديالك؟ ما كاينش حجرتهم ثقيله، ما كاينش، اللي حجرته ثقيله كيجيو الفلوس كتولي حجرته خفيفه، ما كاينش حجرته ثقيله، ما كاينش. الخوت اللي خواتاتي غتقولوا لي علاش ما معاكش، خواتاتي انا هي كاريا لهم ابارتمون وعطيهم الطوموبيلات، الا قالت شي وحده اي غيتحيدوا لهم الطوموبيلات وغيتقطع عليهم المصروف وغتخرجوا من الزنقه. دابا اختي كدير لاباس عليها؟ لاباس عليها خدات هاد البنيه ظلما وعدوانا هكاك، كي دارت ليها انا ما عرفتش، غمضت عيني وخليت نقد بنتي ما كايناش، وانا خليتها لكم مشيت لاوروبا باش نقاد الوضعيه باش نصلح، نقاد ونصلح ندير لها مستقبلها وندير لها كيفاش وديها معايا وندير لها برا، ولكن اللهم انا هذا منكر. هادشي اللي عطا الله حبيبه والله العظيم لا قصه كتعلم والله، وانا انا حاسس بك والله العظيم، هادي الام والام لا تناقش. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الامور واضحه، هناك القانون وهناك روح القانون، ارجوكم منهم في محط صنع قرار. الى سمعوا هاد السيده من مدينه مراكش، وهي الان تعتبر من الجاليه المغربيه مقيمه في ايطاليا،
اتخاذ المتعين والبحث عن روح القانون في الأصل، لأنه كما حللنا في الموضوع حبيبة هي الأم ديال الطفلة ديال الجينات بالضبط. مشاهدينا الكرام، هذا جانب. الجانب الثاني، الجمعيات الحقوقية اللي كتساند النساء بقوة من مراكش، اهتموا بالقصة ديالها أرجوكم. كاين كلمات كتقولهم ولكن لهم أبعاد، ما تشوفها بنيتها. واش هذيك الوثيقة غادي تقدر تحيد لها الأصل أنه هي الأم ديالها؟ من جميع المستحيلات. مشاهدينا الكرام، هذا جانب، ومن هم في محط صنع قرار اتخاذ المتعين في الموضوع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه. يا ربي أنه هاد الأم تشوف الإبنة ديالها، هذا جانب. كنبقى لي الجانب الأخير، هو رسالة المعنية. الدنيا فايتة، كتب لك ربي بنية أخرى، أرجوك لوجه الله في رمضان. أنا لا يمكن أنني كندخل في حوار من أجل الإساءة ولا ما تربيناش على هادشي، ولكن وصل الرسالة. نعم، دور أن نوصل صوت ما لا صوت له. أي كتشوف في الأخ ديالك الدنيا رفيتة والعواشر هادي ورمضان، دير شي خطوات من أجل أنه تشوف الإخوة ديال عارف دابا كنهضر وهي كتبكي، راه بغات تشوف نيتها. راه نتي الأولى ما غاتبغيش ليدي ليك، كيف ما كان الحال خلي الموضوع الإشكاليات الإطار القانوني. أعطاتني وثيقة تنتحمل فيها المسؤولية، هذا كل شيء يتعالج، ولكن الأصل ما نقدروش نغيروه. الأصل أنه جنات هي خارجة من الكرشة ديال الأم ديالها، أرجوك لوجه الله. هذا هو الكلام اللي غنقول لك. ويبقى الجانب الثاني، الجمعيات الحقوقية والناس القانون اتخاذ المتعين. أرجوكم في هذا رمضان سوف أدور رقم الهاتف ديال حبيبة من أجل التواصل معها. والله العظيم من اللون فرح إذا شفتو لها بنيتها 3 سنين، هي كتجي من الطاليان وكتمشي وكتعاود تجي وكتبع المحكمة وغادا وتجي مسكينة بغات تشوفها بنيتها، وتنتظر ما سوف تسفر عنه الأحكام في الأخير. مشاهدينا الكرام، سوف أوافيكم دائما بالجديد حول قصة حبيبة والإبنة ديالها جنات اللي ما شافتهاش وهي عارفها في كينا، ولكن من الصعوبة أنها تشوفها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.